درام يعني ايه يا جنى؟ طبلة. طبلة. معاذ، تراينجل يعني ايه؟ تراينجل، وصل مثلث. احمد محمود، دوغ يعني ايه؟ يا مستر دوغ يعني ايه؟ دوغ. كلب. ياسين، سميل يعني ايه؟ ريتال، سميل يعني ايه؟ عشان نعم، يشم. تمام، ريتال اللون الاخضر معناه ايه بالانجلش؟ جرين. حمزة، يسمع يعني ايه؟ هيرو. يتذوق يعني ايه يا شاهد؟ ايست. تيست. جانا تامر، let's eat together ولا let's eat together؟ اختار eat ولا eats؟ هنختار eat. ليه هنختار eat؟ لان let يجي بعدها الفعل بدون اضافات، خلاص قلنا let تستخدم للاقتراح وبيجي بعدها الفعل بدون اضافه. هنا في اضافه، ضايفين له اس يبقى عشان نختاره. احنا قلنا بعد ايه let يجي الفعل في المصدر بدون اي اضافات، يبقى let's eat together، هيا ناكل معا. لكن هي كانت في الوحده دي كانت let's play together، يلا نعزف مع بعض. لكن انا غير لك play وجاب لك eat. جانا تامر، I can the flute. I can to play the flute ولا I can play the flute؟ I can play the flute. I can play. قلنا برضو بعد كان بيجي الفعل في المصدر، يعني ما ياخدش حرف الجر to. أقول I can play على طول، وما أقولش لا plays ولا playing ولا played. نشيل ده كلير ونطلع نجيب الصفحة من فوق. طيب دي كانت جنى. معاذ، اتفضل يا معاذ. I can play the piano, let's play together ولا let's see a cow؟ let's play. دي الجملة اللي قالتها هنا في آخر المحادثة. I can play the piano، أنا أقدر أعزف على البيانو، يلا نعزف مع بعض، تبقى let's play together. تمام، يبقى هنختار دي، علم عندك في الكتاب. I مسافة touch my nose، ده أحمد محمود. I سايب لك سبيس اهو، مسافة touch my nose. I play touch ولا I can touch my nose؟ I can touch my nose. كان هنا كان فعل ناقص، يجي touch اللي بعده يكمله. أنا أستطيع أن ألمس، لكن ما ينفعش ناخد فعلين أساسيين ورا بعض. ما أقولش I play touch، I can touch. تمام، نطلع كمان لفوق شوية ونجيب باقي الصفحة. ياسين، can I taste؟ عايز أقول أنا أستطيع أن أتذوق، هبدأ بآي، يبقى أقولها إزاي يا ياسين؟ I can dish. I can taste. هبدأ بآي الفاعل، بعدين المودال فيرب اللي هو الفعل الناقص كان، أنا أستطيع. طب هل أنا كده فهمت حاجة؟ لا، لازم أجيب الفعل الأساسي عشان أكمل معناها، تبقى I can taste، أنا أستطيع أن أتذوق، I can taste. ريتال، together يعني مع بعض، play نلعب، let's يعني هيا بنا. عايزين نرتب الجملة دي وهنبدأ بلتس. Let's play together. Let's play together. هيا نلعب معا. Let's play together. هنبدأ بلتس.
بعدين الفعل في المصدر زي ما اتفقنا قبل كده let's play بعدين together هيا نلعب سويا. حمزة play I the flute can وهبدأ ب I أنا أستطيع أن أعزف على المزمار نرتبها إزاي؟ I can play the flute. I can أنا أستطيع بعدين الفعل play يعزف بعدين الحاجة اللي هعزف عليها the flute I can play the flute. تمام يا أولاد نشوف الصفحة اللي بعدها هنا الريفيو. حمزة يبقى شاهد وليد هتقرأ لنا الكلمات تاني. يلا يا شاهد. piano guitar flute triangle drum tina talk drum جميلة guitar green. كملي. I can play the piano. I can play the piano. Let's play. كذا برافو عليك. ها قولي لي درس الساينس بقى our senses الحواس الخمسة بتاعتنا. ها touch تمام taste smell hear see see. برافو عليك excellent. شاهد جانا تامر يلا يا جانا. جينا لا احنا هنا هو بيانو. بيانو جيتار فلوت تراينجل تراينجل ايوه درام دينا دينا دوك درام جميلة برافو جيتار جرين. I can play that piano. That piano. تمام. Let's play together. Let's play together. برافو. ممتاز. معاذ اتفضل. لا هاتي لي برضه السنسز هنا. Touch و taste. Taste. Smell. Smile. Smell. Hear. Hear. See. See. برافو عليك. يلا يا معاذ. تمام يا جنى برافو. Excellent. Piano. Guitar. Flute. Triangle. Piano. Drum, Dina, dog, drum, dog, drum, Jamila, guitar, reel. I can play the piano. Let's play together. Touch. Test. Smell. 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 Hair. See. Hear. قول hear يا معاذ. Hear. تمام يا معاذ. برافو عليك. ممتاز يا ميزو. أحمد محمود اتفضل. بيانو. جيتار. فلوت. تانجل. درام ماشي دينا دوغ درام جميلة جيتار جرين I can play the piano let's play together تمام touch test smell hear see
ممتاز يا أحمد، إيه الحلاوة دي ما شاء الله. ياسين اتفضل. ياسين سامعني؟ بيانو. لا مش بيانو، بيانو. بيانو جيتار فلوت. بلو فلوت فلوت تلاندل تلام درام جينا دوت جلام دميلة جيتار جلين. I can play the piano. I can play piano. The piano. Let's the play. Piano. Let's play together. Let's play together. Our senses, touch, taste, smell, hear, see, retail. شكرا ياسين. بيانو، جيتار، فلوت، ترينجل، درام، دينا، دوك، درام، جميلة، جيتار، درام، جرين. جرين. I can play the piano. Let's play together. Touch, taste, smell, hear, see. تمام، برافو عليك. دور على حمزة، يلا حمزة. بيانو، جيتار، فلوت، ترينجو، درام، جينا، دوغ، درام، جميلة، جيتار، جرين. I can play the piano. Let's play together. Watch, taste, smell, hear, see. تمام. طيب هتحل معايا الامتحان، وهتحل عندك في الكتاب، وهتبعت لي. انا هقول لك السؤال وانت تشتغل عندك في الكتاب، وبعد ما تخلص الامتحان تبعته لي اصححه لك. يلا تاتش، دور على اللي بيعمل تاتش في الثلاث صور الاولى واعمل عليه سيركل. يلا اشتغل تاتش. نمبر 2، I can play the drum. I can play the drum. أنا أستطيع أن أعزف على. شوف بقى فين الدرام هنا. أعمل عليها circle. Number 3. Dog. دور على الدوغ في الثلاث صور دول وأعمل عليه circle. السؤال الثاني. Look. انظر. And scramble. أعد الترتيب. And write. واكتب. بيانو، بيانو. عايزك ترتب كلمة بيانو وتكتبها بالترتيب الصحيح هنا. يلا اتفضل. بعد كده هترتب جيتار. جيتار، جيتار بتبدأ بجي يو اي. جيتار، جي يو اي، جيتار. بعد كده هترتب كلمة هير، يسمع. هير. خلاص رتبنا. في حد لسه ما خلصش؟
السؤال الثالث look and write the words، انظر واكتب الكلمات. جايب لك الثلاث كلمات dog green flute. شوف بقى كل صورة من دي الكلمة بتاعتها فين، هتنقلها وتكتبها تحتها هنا. دور بقى فين الدوغ وفين الجرين وفين الفلوت. اتفضل ما تخلص قول لي انا خلصت. خلصت يا مستر. السؤال اللي بعده بيقول لي look and write the missing letters، اكتب الحروف الناقصة. drum درا اه، ايه الحرف اللي بيتنطق كده؟ اه drum. بعد كده smell smell. شوف الحرف ده ايه، اكتبه هنا. بعد كده taste taste. يا ترى ايه الصوت ده؟ ده صوت حرف ايه؟ taste taste. piano هنا ناقص حرفين مش حرف واحد، بيا بيا بيانو. يا ترى ايه الحرفين اللي بيدون الصوت ده؟ بيا يا بيانو. خلصت يا مستر. read and match، اقرا ووصل. هتقرا الكلمه وتشوف الصوره بتاعتها فين في الثلاث صور دول، وتوصل كل كلمه بالصوره بتاعتها. تقرا بنفسك كده وتوصل، محدش يساعدك. خلصت يا مستر التوصيل. circle and write، ضع دائرة واكتب. جميلة، تبدأ بصوت حرف الجي ولا الدي ولا الار؟ ج ج جميلة ج ج. الصوت ده طالع من انهي حرف؟ تعمل عليه circle الحرف اللي هتبدأ بالكلمة وتكتبه هنا، وتسيب الاثنين التانيين. تمام، تكتب الحرف هنا. خلصت يا مسا. خلاص يا حبيبي، خلاص خلاص يا بابا. درام درام د د درام. شفت الصوت ده صوت انهي حرف؟ هتكتبه هنا وتعمل عليه سيركل. السيركل بدرجه والكتابه تحت الصوره بدرجه عشان تبقى عارف. بعدين dog dog د د dog. شوف الصوت ده صوت حرف ايه في الثلاث حروف دول، سيركله وتعمل عليه دايره وبعدين تكتبه هنا. بعد كده السؤال السابع بيقول لي listen and circle، استمع وضع دائرة. يا ترى الصورة ماشية مع الكلمة ولا لا؟ guitar، هل ده guitar؟ والله لو هو guitar هنعمل circle على علامة true صح. لو هو مش guitar يبقى هنعمل circle على false خطأ. هل اللون ده red؟ لو هو red هتعمل circle على true، لو هو غير كده هتعمل circle على false. دينا دينا، هل دي دينا؟ لو هي دينا تعمل سيركل على ترو، لو هي مش دينا تعمل سيركل على فولس. copy the following sentence، تاخد مسافة بين كل كلمة والتانية. I وتاخد مسافة، can وتاخد مسافة، touch وتاخد مسافة. ال I وال H فوق للسماء، باقي الحروف وسط السطرين ما عدا التي بتطلع سنه صغيره فوق خط الطياره. خط كويس عشان ما تنقص درجات. صور امتحانك ولو سمحت، صور امتحان كويس. تمام، ودوس على القلم عشان اعرف اقرا الاجابه عشان اعرف اصحح. بعد كده هناخد الوحده الجديده بتاعتي وهي at home. at home معناها ايه؟ في المنزل. at حرف الجر وبعدين home البيت او المنزل. تمام، rooms in a home. تمام، هنا بيقول لك الفوكاب listening and speaking، الاستماع والتحدث. ناخد دي بعيد كده، خلينا في الروقان. rooms in a home، الغرف في البيت، في اي بيت بقى، في اي منزل. rooms روم يعني غرفة، حط لها اس تبقى رومز، غرف يعني الأوض. يعني إن في الموجودة داخل أي بيت. أهوم أهوم أداة نكرة، يعني هي أغلب الغرف متشابهة.
تمام، يبقى ايه الغرف اللي موجوده في اي بيت؟ اول حاجه معانا بيدروم، بيدروم بيدروم بيدروم، اوضه النوم، غرفه النوم، بيدروم بيدروم. تاني حاجه الكيتشن، كيتشن كيتشن، المطبخ. تالت حاجه الباثروم، باثروم باثروم، الحمام. ليفنج روم، غرفة المعيشة، الأوضة اللي احنا دايما قاعدين فيها ليل ونهار، تلفزيون قدامنا وقاعدين بقى ايه نتفرج. ليفنج روم ليفنج روم. جاردن، الحديقة، جاردن جاردن. هتلاحظ ان البيدروم والباثروم الكلمه كلمه واحده، مش مقطوعين نصين، لكن الكلمه اللي فيها اي ان جي مفصوله عن الكلمه اللي بعدها، ليفنج لوحدها وروم لوحدها، خلاص يبقى دي مكونه من كلمتين، لكن دي من كلمه واحده. اي نعم هي كلمه مركبه، جبنا بيد وحطيناها على روم، بس اصبحت كلمه واحده اتدمجت في بعضها. نقول مع بعض بيدروم بيدروم بيدروم. طبعا هي واخده صوت الجاي شويه بسبب ان حرف الار جاي ورا حرف الدي، فبياخد صوت الجاي، فاقول بيدر بيدر بيدروم بيدروم، مش بيد روم، لا بيدروم. كيتشن، تي سي اتش بتتنطق تش تش تش، كيتش كيتشن كيتشن. باثروم، دورت المياه، باثروم باثروم. غرفة المعيشة living room living room living room. الحديقة الشخصية اسمها garden garden garden. bedroom kitchen bathroom living room garden. نسمع كده من شاهد وليد، اتفضلي. bedroom kitchen kitchen bedroom kitchen bathroom kitchen. bathroom bathroom living room garden living room garden. يلا يا جنى. Bedroom, kitchen, bathroom, living room, garden. تمام، الدور على معاذ. Bedroom, kitchen, bathroom, bathroom, living room. Garden. 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 أحمد محمود تفضل. Bedroom. Kitchen. أيوة. Bathroom. Living room. Garden. برافو. ياسين تفضل. معاك يا مستر. بدلو. Kitchen. 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 Bathroom. Living room. Living room. Garden. Retail تفضل. Bedroom. Kitchen, bathroom, living room, garden. حمزة تفضل. Bedroom, kitchen, bathroom, living room, garden. طب نقول كمان مرة وانت قافل المايك. Bedroom. Bedroom. bedroom kitchen kitchen bathroom bathroom
living room, living room, garden, garden. طيب look and write the words. يا ترى لو سألتك يا شاهد إيه اللي في الصورة ده هتقولي لي إيه؟ ده إيه ده؟ kitchen. kitchen. أما اللي في الصورة تاني اسمه إيه يا جنى؟ الحديقة المنزلية اسمها إيه؟ ها؟ جنى وتامر معانا ولا مش معانا؟ لا يا راجل الحديقة المنزلية اسمها إيه؟ ها؟ garden. garden. معاذ. bedroom. bedroom. لو سيشن فصل هندخل على نفس الرابط. listen and speaking. هنا جايبين صورة منزل وكل واحد بيشاور وبيسأل where is the boy؟ أين الولد؟ بعدين هنا بنبص بنلاقي ان الولد قاعد هنا فبيرد يوسف على هنا بيقول لها he's in the living room، هو قاعد في غرفة المعيشة. هاني بيسأل where is the girl؟ طب والبنت فين؟ بترد بيرد الولد ده بيقول she's in the bathroom، هي في الحمام. يبقى بنتعلم من المحادثة دي بنسأل عن المكان باستعمال where. where أداة استفهام بمعنى أين. هنسأل عن مفرد يبقى هنستعمل verb to be is، لكن هنا بنشيل الآي وبنضع apostrophe. بدل ما أقول where is هقول where is. where is بسأل عن مفرد، مين هو المفرد ده؟ the boy الولد. أين الولد؟ where is the boy. where is the boy. where is the boy. طب الإجابة هنقول هو موجود في، ونقول اسم الغرفة الموجود فيها. خلاص he's المفروض he is، بس برضو شلت الاي ولزقتها في بعضها. he's كل الغرف ملحقات البيت بتاخد حرف الجر in. he's in وبعدين اقول اسم الغرفه he's in the living room. يبقى بنبدا بالفاعل he، بعدين verb to be is، بعدين حرف الجر في he's in هو موجود في، اسم الغرفه the living room. نفس الطريقة where is the girl؟ أين البنت؟ she's in the bathroom، هي موجودة في الحمام. نعمل المحادثة دي مع بعض. يعني أحمد محمود مثلا هيسأل في كل مرة وياسين هيرد عليه. يلا كده ونشوف. أحمد محمود هيقول where is the boy؟ يرد ياسين يقول له he's in the living room. أحمد يسأل where is the girl؟ يرد ياسين يقول له she's in the bathroom. أحمد محمود موجود؟ طب ياسين موجود؟ أنا مستر. طب نعمل المحادثة مع ياسين وريتال. ياسين يسأل وريتال وريتال ترد. What is where is the boy؟ the طب استنوا قبل ما تبدأوا أنا هقول وأنتوا تقولوا ورايا وأنتوا قافلين المايك، نقفل المايك كلنا نتدرب الأول قبل ما نتكلم. Where is the boy؟ Where is the boy؟ Where is the boy؟ He's in the living room. He's in the living room. He's in the living room. Where is the girl? Where is the girl? Where is the girl? She's in the bathroom. She's in the bathroom. She's in the bathroom. أحمد محمود رجع. يا مستر. أنت هتسأل وياسين يرد عليك. اتفضل. ها where is what's the boy؟ where is the boy يا أحمد؟ where is the boy؟ where is the boy؟ ياسين he's in he is in
living room. He's in the living room. He's in the living room. He's in the living room. قولها تاني. He's in the living room. اسأل تاني يا أستاذ أحمد. أحمد محمود تفضل. Where's the boy? رد Where's ياسين. The boy? رد ياسين. Is in She's in the bathroom. Bathroom. She's in the bathroom. Huh? She's in the bathroom. She's in the bathroom. ريتال وحمزة يتفضلوا. ريتال تسأل وحمزة يجاوب. Where is the boy? He's in a living room. He's in a living room. Hi, Ritel. Where is the girl? Where is the girl? Ayo, Hamza. She's in a bathroom. شاهد وليد وجانا تامر يلا شاهد Where is the boat? جانا يا جماعة ده أنا نمت منكم والله ها يلا يا جانا he is in the He's in the living room. Living room. ها. نسأل تاني يا شاهد. يلا يا شاهد. Where is the girl? ها. ها جنى. مين اللي فتح المايك كده؟ هيا جانا. This. She's in. The bathroom. معاذ وأحمد محمود عشان معاذ ما قراش. يلا يا معاذ. نعم يا مس. اسأل يا معاذ وأنا هرد عليك أنا يلا اتفضل. أحمد محمود أرى. ها. Where is the boy? He's in the living room. Where is the girl? She's in the bathroom. بعد كده اللانجوج. Where is ده بيشرح الشرح اللي احنا قلناه من شوية. Where is بسأل بيها عن مفرد. ولما جاوب she is in وأقول اسم الغرفة. Where is والاسم المفرد تمام. أين يكون فلان. نستخدم where للسؤال عن المكان قلنا. He للمذكر وshe للمؤنث. Where is the girl she is in the bathroom. Where is the boy he is in the living room. وبيقول لك ان وير از هي اختصار وير از وهي از هي اختصار هيز. كل ده احنا قلناه لسه من شويه. الاغنيه وير از يونس. وير از يونس هي از ان ذا باث روم كان يو سي. وير از لينا. وير از لينا شي از ان ذا ليفينج روم كان يو سي. كان يو سي معناها هل تستطيع ان ترى تمام. بعدين الواجب بتاعك اللي هتكتبه بخط جميل ليفينج روم bedroom, kitchen, bathroom, garden. نبدأ نحل التمارين. من أول ياسين هنا بيقول لي ياسين read and match. هتقرأ الجملة ياسين وبعدين تقول لي فين الصورة بتاعتها. يلا. أنا واحدة يا مستر. أي. Oh,
He is in the garden. He is in the garden. تمام. هنوصلها بمين؟ في الجنينة. He is in the garden. تمام. يا ريتال تفضل. هيا يا ريتال. ريتال مش موجودة. هيا يا حمزة. جاوب يا ريتال. استنى حمزة معلش احنا اسفين. She is in the kitchen. She is in the kitchen. اه معناها ايه الجملة دي؟ تالت واحدة. تمام. He is in the living room. هتكون هي دي. تمام. شاهد وليد. Look and circle. البنت دي is boy or girl. Boy or girl. 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 بعد كده جانا تامر. دي bathroom ولا garden؟ اللي في الصورة دي bathroom ولا garden؟ جانا تامر. Garden. Garden. طيب ده boy or girl يا معاذ؟ boy or girl؟ boy. تمام. هنا هنرتب kitchen وهنرتب bedroom وهنرتب girl. والصفحة اللي بعدها تاخدها واجب برضه. اختار الإجابة الصحيحة، تعلم على الكلمة الصح، تكتب الحروف الناقصة، وهنا هتكمل من الثلاث كلمات دي كلمتين kitchen أو bathroom أو bedroom، وبعدين هتنسخ الجملة. ده الواجب بتاعك هتبعته لي، وهيبقى نتقابل في الدرس اللي بعده إن شاء الله السيشن الجاي.